بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم إن شاء الله سأشرح خاصيات الريكوير. هذه الخاصية جميلة جدا، دورها تخبر المستخدم عندما يدخل بياناته في الحقول، وعند إدخالها إذا ترك حق الفارغ تخرج له نافذة منبثقة تخبره أنه يجب عليه ملء هذا الحقل. نمر إلى الشفرة الآن، نقوم بإنشاء حقول. أولا فورم هكذا، ثم هنا تيبل هكذا تشير، ثم تي دي تو هكذا، عفوا تشيل هكذا، ثم هنا عنصر الانبوت تايب تكست جيد، ثم ننسخ هذا جيد، ثم هنا باس وور هكذا، ثم تعيب باسورد هكذا، ثم تشيلي هنا انبوت تايب سبمنت فاليو هنا مامي، ثم نقوم بتشغيل الصفحة على المتصفح. جيد، الآن لاحظوا سوف أدخل البيانات رغم أن الحقول غير مملوءة هكذا، لم يصعد أي شيء. الآن سنذهب إلى الحقول، ثم نضيف خصائص الريكوايرد هكذا، ثم هكذا الريكوايرد جيد، ثم نقوم بنسخها من هنا، ثم نضعه في الحقل باسورد هكذا. بعد ذلك نعود إلى المتصفح، ثم نعمل ريفريش، نلاحظ please fill out this file. مثلا نملأ الحقل الأول ونترك الحقل الثاني، ثم ندخل البيانات ستظهر في الحقل الثاني، أو ندخل في الحقل الثاني ثم نفرغ الحقل الأول ستظهر في الحقل الأول. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.